ولكن النهارده يعني بشكل استثنائي يعني اكيد حابين نبتدي مع حضراتكم بان احنا بنتقدم باحر تعازي لنفسنا الحقيقه قبل ما نكون بنعزي اسره هذا الفنان الاستثنائي الكبير الراحل سمير غانم. يعني مش عارفين اقول لكم ايه الحقيقه، في فنانين كده قد لما يجود الزمان بمثلهم. سمير غانم كان واحد من الناس اللي اتقال عليه الكلام ده، وعن جداره وعن استحقاق سمير غانم مجرد ظهوره في اي كادر حتى قبل ما يفتح بوقه ويقول اي جمله حوار، ده كان طول عمره كفيل بان هو يرسم الابتسامه على وشوش الكل. ربنا يرحمه ويجعل قبره روضه من رياض الجنه. يعني يمكن انا وانت يا كريم فعلا كنا بنتكلم قبل الهوا تحديدا عن الراحل سمير غانم، والواحد وهو بيقول الراحل كان يعني او بيبقى فعلا حزين هذا الفنان اللي مش هقول بقى الكلام اللي هو اضاف للسينما المصريه والفن العربي، هو فعلا ده واقع، لكن ده الفنان اللي احنا كبرنا وكنا بنضحك على فنه، يعني كنا بنسعد بفنه، كنا بنسعد بما يقدم، احنا كنا اطفال وايام فطوطه وكبرنا، وسمير غانم ده كان بالنسبه لنا رمز كبير جدا، ولغايه يعني ما توفى الله يرحمه يا رب ويصبر اهله. والحمد لله على فكره كمان يعني خبر اللي انا برضو عايزه اقوله ان الحمد لله انا قريت على اليوم السابع ان الفنانه دلال عبد العزيز دلوقتي بقت احسن صحتها جدا، والنسخه بتاعتها سلبيه الحمد لله يا رب، يعني ربنا يديها الصحه ويصبرها اكيد ويصبرنا جميعا. زي ما كنا بنقول فنان عظيم رحل عن دنيانا، لكن اكيد الاعمال هي اللي بتبقى. يعني كل تعزينا للمشاهدي وجماهير السينما والمسرح وحتى الاذاعه والتلفزيون على مستوى العالم العربي كله، احر التعازي طبعا للفنانه والنجمه الكبيره دلال عبد العزيز. ربنا يمن عليها بالشفاء ويلهمها الصبر والسلوان، هي ونجلتيها دنيا سمير غانم وايمي سمير غانم. واكيد برضو احر تعازينا للزميل العزيز رامي رضوان والفنان الجميل حسن الرداد.